الفقرة دي هنتكلم فيها عن الطرب الجميل. في آخر حفلة للكورال بالنادي الأهلي كان في صوت كده يعني مش بس هيتقال عليه جميل، لا هو لفت نظر كل الناس اللي كانت موجودة لدرجة إن هم لقبوه بحسين الجسمي، يعني صوت وشكل في نفس الوقت. خلينا على كل حال نرحب بضيفنا علي ياسر مطرب بكورال النادي الأهلي. يا صباح الفل. صباح النور. نورنا والله بجد. نور حضرتك، أهلا بيكي ومشاهدين النادي الأهلي كلهم. يعني مش قادر أقول لك الكلام الجميل اللي كان بيتقال عليك بعد حفلة الكورال الأخيرة، فيعني احنا مستعدين ان احنا النهارده يعني من خلال وجودك معانا هنسمع بقى صوت حلو واحساس جميل. بس نستأذنك يا علي في البدايه، عايزين نعرف اكتر عنك، سنك، بتدرس، بتشتغل، بتعمل ايه؟ انا لسه متخرج من كليه اعلام. جميل. جامعه مصر. أي. تمام. عندي 23 سنه. لسه مش بشتغل، يعني لسه بخش المجال واحده واحده. بس يعني لحد دلوقتي اللي ماشي فيه بس الغنى. لحد دلوقتي بالظبط. انت عايز تشتغل في المجال اللي هو الغنى، يعني تاخده بشكل احترافي؟ انا بمشي في الاثنين، مجال الميديا عشان انا اصلا بحب المجال ده. أوكي. انا كنت داخل اعلام اصلا عشان ابقى معلق رياضي. حلو قوي. طب حلو جدا. تمام. والغنى كمان يعني برضو اكتشفت ده في الجامعه كمان. طيب رائع جدا. والدراسه يعني بالنسبه لك كانت برضو حاجه اخذت من فكره احترافك للغنى او ولا عطلتك مثلا شويه؟ بالعكس، ولا بالعكس. لا، حتى في الجامعه كان في انشطه كتير جدا، والدكاتره كانوا بيساعدونا على ان احنا نطلع ده يعني. ففتره الجامعه ساعدتني بشكل كبير قوي اني انجح في ده. حلو جدا. طيب قصه بقى انضمامك لكورال النادي الاهلي جت ازاي؟ هو يعني كان بوست على الفيسبوك كده، مش انا اللي شفته، كمان كانت ماما هي اللي شافت البوست فقالت لي قدم مجرب. فقلت لها لا، ده بتاع اطفال صغيرين. فلما قدمت فعلا ورحت هنا فريق المكتبه قالوا لي لا، انت لازم تبقى معانا عشان احنا محتاجين ناس كبيره صوتها كويس تبقى معانا في الفريق. بس حلو قوي. طب نسمع بقى كده حاجه ونرجع نكمل يعني. سمع، انت محضر كذا حاجه، حاجات ليها علاقه بالاهلي وحاجات عاديه. اوكي. اغاني الاغنيه اللي غنيتها في الحفله. ماشي. نبدا بيها. ماشي. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، ده غلوب الحب معايا، وتعب الشوق وياك 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 وياك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك. خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا وشويه عليك. سيد مكاوي وحلاوه اغانيه. انا بالنسبه لي بقى مش هسال، شوف انت ظروفك ايه بقى عادي. انا بالنسبه لي انا هفضل قاعد كده مستني اسمع. اقول لك على حاجه بقى بصراحه، يعني انت لازم، طب انت ليه ما دخلتش حاجات مع الكورال في النادي الاهلي اللي هي مسابقات الغنى او حاجات زي كده؟ انا متاكد ان انت كان ممكن تكسب. في نصيب لكذا حاجه يعني انت قدمت اوريدي؟ قدمت فعلا في كذا برنامج من البرامج المشهوره. بس يعني اكتشفت ان هي مش بتمشي دايركت. اوكي. تمام. وقدمت فعلا في مسابقه وصلت سيمي فاينلز، بس الكورونا جت وقفت كل حاجه خالص. و بص انت طلعت هنا وملايين هتشوفك. واكيد ان شاء الله يبقى وش البرنامج والقناه حلو عليك يعني. بس انت تستاهل يا علي بجد، ما شاء الله. مش بنجاملك، صوتك حلو قوي. ربنا يخليك.